هلا يا باشمهندس هشام، ازاي حضرتك؟ اتفضل يا باشمهندس مع حضرتك اهو. احنا حضرتك طبعا ممكن تكلمنا على الشركة وكده، الناس معانا ان شاء الله. حضرتك اهلا وسهلا للجميع طبعا ومنورين جميعا. طبعا مع حضرتكم اعرفكم بنفسي، انا هشام مصطفى، صاحب شركة استضافة. هي شركة سويسرية ومصرية طبعا عشان انا اصل مصري. الموضوع ما فيه باختصار، يعني احنا اتكلمت مع الباشمهندس محمد. الفكرة اللي انا شفتها في الفترة الاخيرة في السوق المصري، يعني باختصار، ان الدنيا شوية فيها استغلال لبعض الناس. طبعا هو الاستغلال بيتم أكيد طبعا من خلال إن الناس للأسف، شرحتها يمكن في آخر فويس كان بيني وبين الأستاذ محمد حوالي كام يوم كده، فنقطة إن الناس بالظبط، يعني كانت زي مثلا واحد بيشتغل في الإي كوميرس وبيشتغل من شغله هو ومنتجه هو، واحد تاني بيشتغل في الإي كوميرس بس عن طريق دروب شيبينج. طبعا اللي بدروب شيبينج هو بيضطر يرفع اسعار البضاعه بتاعته، بيرفع اسعار الحاجه بتاعته، تمام، لان هو ما يمتلكش المنتج نفسه يعني. فهي قصه الاستضافه ونفس الوضع، يعني في ناس طبعا، في شركات انت حضرتك عارفين دخلت في الموضوع، شركات هنديه وشركات كده، طبعا ما يمتلكوش المنتج نفسه. هم القصه كلها ان هم حاطين اسعار خياليه، بخصوص ان هم طبعا واخدين زي شيرنج من شركات تانيه، او ان هو مثلا بيكون الخدمه مش بجوده عاليه، علشان هو منزل الاسعار جامد ومبهدل الدنيا. والمهم يعني مش همه، يعني بقول لك انا بتعامل مع فئه معينه، اسعار رخيصه ومش مشكله عندي الدعم الفني قوي يعني. فانا حاولت، ان الحمد لله احنا جاهلين يعني، اشتغلت على النقطه دي جدا في مصر، ان هو اولا اول حاجه شفتها ان الدعم الفني يعني يعتبر مضيع معظم الشركات اللي في السوق. بعد كده في اسعار بدات تترفع عن ناس كتير، خصوصا ان في استغلال في نقطه الدفع في مصر. بقى شويه في ناس بتحاسب على الاسعار زي ما الاستاذ محمد قال كده، اسعار ب 50 واسعار ب 60 واسعار ب 40، حسب كل واحد مش مستقر. في ناس طبعا حصلت معاها زي بعض الشركات طبعا انتوا عارفينها بدون ذكر اسماء، من ضمنهم يعني مثال شركه هوستنجر او جودادي، بيحصل ارتفاع بعد السنه الاولى بس مجرد ان هو يجيب رجل العميل عنده. الحاجات دي احنا حبيت اشتغل عليها بصراحه، ان انا اعدل للناس الدنيا دي كلها، الناس تبدا تكمل حياتها، خصوصا ان طبعا في دلوقتي بقت ازمه اقتصاديه في الدوله، فالناس كلها بدات تلجا ان تبقى شغلها من عن طريق الانترنت. طب ليه لا ان احنا نبدا ندي دافع للناس ان الناس تبدا تشتغل؟ وده اللي حصل يعني، ده اللي اتكلمت فيه مع الاستاذ محمد. قلت له لا انا يعني عندي دافع، انا حاجتي امتلكها الحمد لله، سيرفرات المانيه 100% الحمد لله، طب ليه انا ما ادخلش السوق المصري وادي دافع للناس اللي في السوق المصري تبدا تنجح يعني؟ كله يبدا يشتغل، انا بشتغل اسعاري الحمد لله نزلتها لان انا امتلك المنتج بنفسي. تاني حاجه ان انا في نفس الوقت كمان انا عايز ادخل السوق المصري، لان انا شايف ان اقوى سوقين في الوطن العربي هو السوق المصري والسوق السعودي. فليه انا ما اديش ايد مساعده من ناحيتي انا شخصيا للسوقين دول؟ وكانت دي النقطه اللي انا اتكلمت فيها مع باشمهندس، قلت له انا تحت امرك في اي لقاء مع الناس وكده، وهشرح كل حاجه لو حد عنده اي اسئله تحت امرك. تمام يا باشمهندس هشام، زي الفل. يعني حضرتك طبعا النقطة المهمة ان هي الفكرة في الأسعار اللي بيفرق حد عن حد، هو فكرة ان في حد بيمتلك السيرفرات وفي حد واخد من حد بيمتلك السيرفرات، مش كده؟ ده اللي تقصده ايه؟ بالظبط كده حضرتك يا باشمهندس محمد، يعني بالظبط هي القصه كلها، زي ما انا ممتلك المنتج فانا صاحب الشيء نفسه، فبيجي لي تاجر تجزئه بياخد مني، وبعد كده تاجر جمله، فبتبدا ان كل واحد بيحط يعني المبلغ بتاعه اللي هو عايزه. لكن لما انا اكون انا صاحب الشيء نفسه او صاحب المنتج نفسه، انا بحط السعر اللي انا ببيعه للسوق او اللي انا عايز ابيعه للسوق، يعني طريقه انا اللي بتحكم في الموضوع. تمام، مظبوط جدا. تمام، يعني فكرة الأسعار اللي أحيانا بتكون زيادة دي مش معناها إن هي ليها علاقة بالجودة، أحيانا ممكن يبقى السعر كويس عالي والجودة وحشة والعكس، مش كده؟ ده المقصود يعني. بالظبط يا فندم، بالظبط. أه تمام. بالنسبة، طيب قبل طبعا الناس برضو معانا إن شاء الله برضو هنفتح الحوار، إحنا كنا اتكلمنا على أول نقطة اللي هي الأسعار مرتفعة والأسعار ترتفع بعد السنة الأولى. فحضرتك عندكم في الشركة مفيش الجزء بتاع الأسعار ترتفع بعد السنة الأولى،
حضرتك، هو الأسعار ثابته من أول يوم حضرتك تدخل، بالعكس إحنا إن شاء الله هنعمل عروض كمان، يعني إن شاء الله بإذن الله أنا في عرض اللي أنا قدمته لحضرتك اللي ايوه هو تمام 25% على الاشتراك السنة أو السنتين، وفي إن شاء الله برضو بإذن الله يعني إن شاء الله كل سنة هنعمل عروض جديدة، اللي ممكن حد يشترك وخدها مثلا سنة مثلا بنديله مثلا هدية معاها مثلا إن شاء الله عدة شهور، يعني هنظبطها للناس قدام إن شاء الله. يعني أنا مش بالعكس، أنا مش داخل السوق علشان خاطر إن أنا أبدأ إن أنا أفرح في الأول وبعدين بعد كده أزعل الناس مني، لا أنا عايز الاستمرارية إن شاء الله. تمام جدا تمام. طرق الدفع بقى هي دي النقطة اللي اتكلمنا عليها، اللي حضرتك بتقول طرق الدفع وموضوع سعر العملة، اختلاف سعر العملة دي برضو عاوز حضرتك توضحها، لأن دي من النقط برضو اللي بالواضح إن هي بتهم الناس يعني. بص حضرتك، طرق الدفع انا عملتها في مصر حاليا في الوقت الحالي هي فودافون كاش او طبعا تحويل حساب بنكي، بس طبعا للاسف ان الناس طبعا هتبقى عندها مشكله شويه في الدفع حساب البنكي من مصر، لان الحساب البنكي اللي متاح حاليا هو سويسري، تمام تمام فاول استرايب طبعا، وطبعا دي كانت من ضمن المشاكل اللي بتقابل الناس بتدفع بالكريدت كارد يعني. فانا طبعا حاولت ان انا اخلي دلوقتي حاليا فودافون كاش ان شاء الله لحد ان شاء الله بعد رمضان باذن الله، هيكون في طرق تانية تمام كتير في مصر موجودة للدفع هتسهل للناس برضو. الحاجة التانية إن شاء الله إحنا بنتعامل سواء فودافون كاش سواء أي حاجة هتدفعوا بيها حضرتكم، بنتعامل بسعر الدولار بسعر البنك في مصر، يعني أنت حضرتك بتروح النهاردة بتفتح الجوجل بتشوف سعر الدولار مثلا 30 جنيه و90 قرش 30 جنيه 80 قرش، أنا باخد من حضرتك سعر الدولار بسعر الجنيه بسعر البنك، يعني أنا ما بزودش جنيه للشركة ولا كده، انا كل تمام قصه بدي ايد مساعده من ناحيه للناس، والناحيه الثانيه انا عشان امتلك الشيء فمش هاممني ان انا اكسب قوي، لان انا الحمد لله كسبان ان انا مالك الشيء نفسه. تمام تمام مظبوط مظبوط. تمام. طيب ممكن لو حضرتك تشير معانا السكرين وتورينا يعني العروض وكده والموقع وكده، بحيث ان حضرتك نبقى كده غطينا كل حاجة، والناس بعد كده ممكن تستفسر عن اي حاجة يعني. بعد إذن حضرتك ممكن عندك طريقة حضرتك تفتح الموقع من عندك بعد إذنك؟ ماشي. لو سمحت بس حضرتك. دقيقة واحدة بجيب اهو. تمام، احنا دلوقتي معانا الموقع، طبعا طبعا موقع استضافة، تمام، اللي هو استضافة دوت كوم، بالظبط والهوستنج حضرتك في شيرد وفي وورد بريس وفي بي اس وديكيتد. لو حضرتك تشرح سريعا الفرق اللي بين الاربع تصنيفات. حضرتك الشيرت هوستنج ده اللي هو الاستضافه العاديه المشتركه يعني، تمام دي اللي احنا بنتكلم فيها لو مثلا لسه حد طبعا يعني مبتدئ في المجال لسه مثلا يعني بياخد في المجال شويه بشويه كده ان شاء الله، يعني حاجات بسيطه يقدر يشتغل بيها مثلا، او مثلا عنده عده مواقع بيعملها، او واحد مثلا عايز من الاخر يعني يعمل كبدايه في الطريق يعني للبرمجه وكده. ايوه عندك تمام الورد بريس طبعا دي انا عاملها مخصصه للناس اللي يعني عايزه على طول استضافه الورد بريس مباشره، يعني مش عايز بقى لسه يشتغل على شيء تاني يعني غير الورد بريس. بتفرق ايه في على الشيرد في طريقه الاداره يعني؟ دي مانجد وورد بريس، ولا بتبقى عباره عن برضه سي بانل بس فيها يعني امكانيات زياده تخص طبعا الوورد بريس؟ سي بانل تمام، سي بانل تمام برضو، سي بس بانل هو تمام. بيخص تمام تمام. انا مش تمام اعتبر البي بي هما اس. يعتبروش الشيرد والورد بريس ما يعتبروش مختلفين عن بعض جدا، غير بس في مجال الورد بريس ان هي ايوه نفس الاسعار نفس كل حاجه نفس الخطه تمام. طبعا الفي بي اس حضرتك طبعا ده لو حد هو عايز زي مثلا سيرفر لنفسه مثلا بقى متمكن في البرمجه وبقى الشخص مثلا عنده الحمد لله كميه عملاء كبيره، اقول لك انا عايز سيرفر لنفسي اشتغل مع نفسي مش عايز استضافات بقى والكلام ده. واحد مثلا بيكون عنده موقع كبير او ابلكيشن كبير وعايز يعمل يحطه في سيرفر لوحده،
بيقدر يجي يكلمنا يقول لك انا عايز اخد في بي اس ان شاء الله. ده برضه ان شاء الله هي تعتبر جاهزه بس لسه احنا بنظبطها في الموقع على اسعار. طبعا اسعار مرتفعه يعني ان شاء الله. تيكت السيرفر هي سيرفر خاص بحضرتك كامل كبير طبعا تقدر تقدمه. دي ان شاء الله باذن الله خلال اسبوعين هتكون الخدمه شغاله معانا مباشره بامر الله. تمام. يعني احنا عندنا دلوقتي الشيرد هوستنج طبعا ووردبريس هم اللي يخصونا. لو دخلنا على الشيرد هوستنج حضرتك في ثلاثه الثلاث خطط اللي حضرتك قلت لي عليهم ثلاث باقات يعني. تقريبا في هي بتبقى على انهي تقريبا اللينك. نزلت هنا. ايوه هو ده تمام. دي الباقات بتاعت الشيرد هوستنج طبعا يعني هنا اللي هو ده ب 49 سنت في الشهر بشكل شهري يعني 100 جيجا بايت ستورج وباندويث والحاجات دي كلها. الفرق بين الحاجات دي اللي هي ايه الستورج والباندويث ولا ايه بين الخطط وبعضيها؟ الفرق بالظبط حضرتك هتلاقي عندك موجود في الستورج وعندك موجود في الباندويث وعندك موجود في الويب سايت تمام والايميل. والايميل تمام. دي الحاجات الفرق في الستورج والباندويث وكم عدد المواقع اللي ممكن دومينات يعني وعدد الايميلات اللي تقدر تعملها. تمام. ومتاح الخطط شهريه وربع سنويه وكده زي ما حضرتك كنت قلت لي وكده. نعم بالظبط حضرتك في شهريا وفي ربع سنويه في نص سنويه في سنويه في سنتين في ثلاث. تمام جدا. طيب تمام. الخدمه طبعا حضرتك كنت قلت لي ان احنا هنعمل كود لكل حساب يجرب الخدمه الخاصه يعني هي ببرونز اللي هو البرونز دي لو عايز بعد كده يطور عادي تكون مجانا لمده شهر يجرب الخدمه ويجرب السيبانه لو عجبه الخدمه يقدر ان هو يكمل ان شاء الله. فده حضرتك كنت قلت لي عليها. تمام جدا. طيب اتفضلوا حضراتكم برضو معانا بقى يعني اللي عايز يسال على حاجه اكيد حضرتك عندكم استفسارات عموما بقى في الاستضافه في مشاكل معينه حلولها معانا كده يعني. في سؤال استاذ طارق بيقول هل متوفر كلاود وهل الووردبريس في الموقع مقصود بها شيرد ولا ايه؟ متوفر كلاود. نعم مظبوط. بالنسبه للووردبريس هو الووردبريس مش موجود ان هو شيرد برضه بس في خدمه الووردبريس يعني هو في خدمه الووردبريس مباشره. تمام يعني هو الفيتشرز اللي فيه تخص الووردبريس بشكل اكتر او مركزه على الووردبريس بشكل اكتر. نعم في مثلا الناس ما بتعرفش تشتغل على بتحب او بتفضل تحب الووردبريس تتعامل عليه فانا موفره مباشره. تمام جدا. تمام. استاذ خالد كان بعت عاوز يقول حاجه. اتفضل. الملاحظه اللي عندي هو نون دومين اللي غالي شويه كون كان ناقص. مثلا كون كان ناقص يعني بالنسبه للباك الاول برونز زوين يعني 3 مثلا انيول باك انيول $3 العام للسنه مزيان. خاص غير هذاك نون دومين نقص شويه ويا سلام تمام. خالد بيتكلم عن اسعار الدومين. ايوه اتفضل. انا فهمت لان اللهجه مغربيه فانا فاهم كويس المغربي شويه. ايوه طيب كويس. بص حضرتك يا استاذ خالد بص حضرتك الدومين انا دلوقتي حاليا السعر اللي انت شايفه ده هيتعدل لسبب معين لان انا كنت الاول شغال في الدومين بتاعي عن طريق ان هذه بقى النقطه اللي انا حبيت اوضحها للناس عشان تبقى واضحه لهم شويه علشان اقدر ناخد مباشره من الشركة الرئيسية لجوجل لازم في طلب أقدمه بجودة الشركة بتاعتي بالورق بتاعي عشان أبدأ أن هم يدوني الحقية أن أنا أقدر أن أنا أعمل الدومين خاص بالشركة عندي وأخذ الأسعار زي مثلا في شركات زي نيم شيب والكلام ده كله. طبيعي أنا ما كنت لسه بقى الشركة اتنشأت والهوستنج ظبط وكل حاجة تمام
بس انا كنت لازم ابدا ان انا ادخل برضو ما ينفعش يكون معايا مفيش دومين، لازم يكون معايا برضو خاصيه الدومين. لذلك انا كانت الاسعار بتاعت الدومين عندي مرتفعه. دي هنا بقى رجعنا للنقطه اللي كنا بنتكلم فيها في الاول، اللي هي نقطه ان انا لو ممتلك الشيء مش هرفع السعر، عشان انا ممتلك الهوستنج فانا مش رافع السعر على الناس. طبيعي انا بعض لما انا قدمت الحمد لله الورق بتاعي وحصل كل حاجه بالشركه، فان شاء الله احنا جالنا موافقه اساسيه الحمد لله يعني، وان شاء الله بامر الله يعني بقى من اعتقد ان شاء الله يوم 15 مارس الشهر ده هيبقى عندي حقيقه ان انا هينزل سعر الدومين لحد حوالي 9 دولار حاجه زي كده ان شاء الله. هنا هبقى يعتبر ممتلك الامر نفسه. هيبقى بالسعر اللي هو المتعارف عليه او الاسعار اللي هي المتعارف عليها يعني للدومين. اللي هو الطبيعي ان شاء الله. تمام. يعني ممكن بعد كده يبقى الدومين مثلا 9 ولا 10 دولار ومع الخطه البرونزيه مثلا اللي هي عامله مثلا حوالي 7 ولا 6 دولار مش عارف في السنه، يعني ممكن كل الموضوع ما يجيبش مع 16 دولار حوالي يعني. الخطه البرونزيه حوالي 3 دولار 99 حاجه زي كده. تمام كلها. في السنة كلها 3 دولار 99. طيب يعني ده حاجة هايلة جدا. لو طلعت الفوق يعني حاجة بسيطة صفحة هتلاقي تحولها انوال. بالظبط كده. كده دي الاسعار السنوية، يعني السعر السنوي نفسه يمكن في بعض الشركات السعر الشهري هو كده. تمام. فهو كده السعر السنوي 4 دولار هنا وهنا 15 دولار، وهنا وبسعر الجنيه المصري لو انا بدفع من جوه مصر بال 31 جنيه اللي هو العادي يعني سعر البنك الحالي 30 80 زي مثلا البنك موجود هتدفع على اساس فلوس. تمام. هل السعر الخدمه ده، عشان السؤال ده معناها ان الخدمه جودتها اقل من السعر الخدمه العاليه؟ السؤال ده انا باكد عليه تاني عشان لازم يعني نسمعه برضه، يعني ده بيتسال دايما. انا عشان كده المبادره دي انا عملتها مع حضرتك لما كنت بكلمك، وقلت لك انا هدي الكود اللي هو مدته شهر، خش ادخل جرب بنفسك، جرب الخدمه، جرب الدعم، جرب كل حاجه، جرب التعامل في السيبانل، جرب التعامل في كلمه الهوستنج، وانا تعالى بعد شهر قول والله حابب اكمل، لا مش حابب اكمل، هتشوف كل شيء بعينيك. وانا متوقع ان شاء الله ثقه ربنا اولا ثم 100% انها ترجع وتقول انا عايز اكمل معاك ان شاء الله. تمام. انا عايز اقول لحضراتكم، انا اول ما تعاملت مع الباشمهندس هشام انا سالت الاسئله اللي حضراتكم بتسالوها دايما عشان عارف ان هي هتسالها، وبرضو عشان انا عاوز اسال بعض الحاجات. فهو يعني طبعا قال لي انا مش هاخد اي حاجه لغايه ما تجربوا الخدمه. انا عايز اقول لحضراتكم في مواقع كتير وحاجات كتير عملناها لغايه دلوقتي هو مش راضي ياخد اي مقابل على الخدمات اللي اداها لنا، اداني كذا خدمه مش راضي ياخد اي مقابل علشان يقول لي لازم تجرب. وانا بالفعل جربت، يعني بدات فيها كذا اكونت بنعمله الكورسات والحاجات زي كده، والحمد لله ما شاء الله لغايه دلوقتي انا شايف عمر ما لا تقل ولا في اي مشكله، بالعكس كمان ده في حاجات تفاصيل دقيقه كده انا كنت ببقى عارفها جوه السيبانل لقيته متحدث لاحدث حاجه، والادوات الحديثه كلها نازله السرعه كويسه جدا. انا والله بتكلم عن نفسي عن تجربتي، انا كنا انا لسه باعت امبارح للبشمهندس بقول له الكلام ده، انا كنت بشترك في يعني جربت اللي هي اقل واحده علشان هي اللي كنت محتاجها، يعني طبعا 100 جيجا يعني مش محتاج اكتر من كده، فجربت فيه الجزء ده. فتخيل انا كانت عندي مواقع على حاجات بدفع فيها مبالغ سنويا، وكنت على طول في مشاكل. يعني انا عندي التيكتس المفتوحه، يعني التيكتس مع خدمه العملاء، كميه تيكتس رهيبه جدا في الشركات التانية بسبب مشاكل. واكتر واسهل حاجه يقول لك انا من عندي مفيش، من ناحيتي مفيش مشكله. طب يا عم يعني انا المشكله دي باختراعها؟ يعني لسه واحد بيقول لي كده، وواحد مره كلمته راح حددني ان هو هيقفل لي الخدمه عشان انت بتراسلنا كتير. يعني تخيل حضرتك شركه بتهددك يعني كده. فانا بقول لكم ان مش دايما الحاجه، اصل احنا برضو عندنا في عقده كده، عقده الخواجه، ان دايما الحاجه الاجنبيه نفتكرها ان هم افضل. هم اغلبيتهم هنود وافارقه وناس عادي يعني قاعدين على الاجهزه وكده. على فكره حضرتك احنا خدمتنا اجنبيه، يعني الشركه شركه سويسريه مش مصريه. بالظبط. انا عارف. لا بالنسبه للناس يعني هو ايه عقده الخواجه شويه في نقطه ان انا لازم اشوف هوستنجر، لازم اشوف جدادي، رغم ان انا دول كلهم جربت ده كله مفيش حاجه يعني استقريت عليها بصراحه من الخدمات دي كلها، وكل واحد فيه مشاكله، كفايه بس صعوبه الوصول للدعم يعني في بعض الحاجات مشكله. ده غير الاسعار طبعا، دي قصه يعني خلصانه.
لان انت مش بتاخد قيمه مقابل اللي بتدفعه. يعني عارف لو انا بدفع في الشهر 10 دولار بس باخد حاجه جامده جدا اوكي، لكن انا كل شويه، انا يمكن في ناس معانا هنا في كورس شغال حاليا الدبلومه الشامله، انا غيرت لهم الاستضافات مع حضرتك، اتكلمت معاك من تغيير الاستضافات وعملنا لهم اكونتات، اكيد في حد منهم معانا، في استاذه ايه باين معانا، الناس دي كلها الاكونتات واحنا شغالين على الكورس بتقع، الاكونتات بتقع كل شويه بتقع. رحت قلت لهم انا هلغي خالص، لغيت طبعا بعد ما دفعت قبل كده، كنت طبعا قبل ما اعرف استاذ هشام وكده، لغيت الاكونتات كلها. ليه؟ اربع او خمسه تيكت الناس بتقول لي ببعت لهم ان المواقع بتقع، المواقع الاب تايم في الموقع داون، اخش على في مواقع بتكشف اذا كان السيرفر داون ولا اب الوقت ده، اعمل لهم سكرين شوت ان السيرفر داون على الكل وابعته لهم، يقول لك لا مفيش حاجه من ناحيتنا. طب يعني انت يعني احنا مش هنعاند بعض. فكانت المشكله دي بتحصل، فطبعا دي كانت دايما حاجات الواحد جربها، والحمد لله انا بقيلي مع في الاكونتات مع حضرتك كذا حاجه، وجربت وحولت كذا حاجه واشتغلت على كل الادوات، والحمد لله ما شاء الله تمام جدا يعني. فانا عايز برضو الناس اللي معانا الموجودين، يعني استاذ خالد اهو بيقول انا شخصيا اتعامل معاه، المغرب موجوده هي استاذ اشمهندس، المغرب موجوده ان شاء الله مع حضرتك ان شاء الله. تمام ان شاء الله. واستاذ طارق كان بيسال الطرق الدفع المتوفره، كان تقريبا جه متاخر شويه، فقلت له فودافون كاش، وفي طرق تانية ان شاء الله بعد رمضان بقى لما حضرتك باذن الله كمل الطرق الدفع المختلفه. بس كان بدون قطع كلام حضرتك، انا حضرتك حاليا شغال في نقطه ان انا الله نفس الشركه باذن الله، هي موجوده هتلاقوها طبعا اسمها موجود تحت في الويب سايت، رقم سجل التجاري بتاعنا في سويسرا وشغلنا كله في سويسرا وعنواننا كل حاجه. ايوه تمام مظبوط. اللي هي شركة كيت شي بقى والحاجات الألماني دي اللي ما بنعرفش ننطقها بالظبط كده. ده تمام. تمام مظبوط. الكيت موجودة إن شاء الله تحت أيات على وسائل التواصل الاجتماعي، وبرضه في نفس الوقت إن شاء الله بإذن الله يعني خلال الشهر ده الفرع بتاعها هيبقى مفتوح في مصر بأمر الله، واللي هي هتبقى يعني المركز للوطن العربي إن شاء الله، كل خدمات الوطن العربي واللغة العربية الكلام ده كله. الخدمات اللي حضراتكم شايفينها دي كلها هتشتغل طبعا باذن الله، شغال منها دلوقتي فودافون كاش، وشغال منها فيزا وماستر كارد وباي بال طبعا احنا عشان احنا بره، وحساب بنكي. ايوه دول طرق الدفع اللي هي شغاله دلوقتي مع حضرتك اللي هتشتغل ان شاء الله منها. يعتبر الاول صف فوق ده اللي هو الفيزا والماستر والفودافون كاش والباي بال، دول شغالين رسمي، وطبعا حساب البنك والحساب الباقي في مصر ان شاء الله هيبدا ان شاء الله في الشهر لما الشركه تاخد الفرع ليها في امر الله. بامر الله واحد احد يعني هنغير كل ده هيشتغل ان شاء الله الخدمات دي طبعا بالنسبه للعربي. انستا باي وميزه وباي موب دي الحاجات دي كلها طبعا كويسه وموجوده ومتاحه، حتى الكروت ميزه موجوده دلوقتي بسهوله تقدر تطلع الكارت وهيبقى سهل الدفع بيه طبعا. كل ده هيبقى جاهز باذن الله نهايه الشهر. وبامر الله واحد احد يعني بالنسبة للمغرب أعتقد الدول العربية يقدروا يدفعوا عن طريق الفيزا والماستر كارد أو الباي بال بالنسبة لهم هيبقى متاح لهم. مظبوط. أنا في ناس مغاربة بيتعاملوا كده فعلا. أعتقد أستاذ خالد عندكم الحاجات دي ممكن. تمام. ماستر كارد، ماستر كارد أو باي بال. أو باي بال. بالظبط. كله متاح إن شاء الله. تمام جدا. تمام يعني حضرتك إن شاء الله يبقى في مكتب في القاهرة إن شاء الله قريبا، يعني اللي هو اللي هو يبقى ماسك المنطقة العربية. تمام بأمر الله. تمام. طيب خلاص على بركة الله. فضلوا حضراتكم في أي استفسارات أو أي حاجة المجموعة معنا. فضلي أستاذ آية. دومينيت ولا بما أن الدفع سهل يعني بنستغل الموضوع. تمام. لسه كان بيتكلم. تفضل مش مهندس بتقول حضرتك بخصوص الدومينيت علشان خاطر الأمور سهلة، فاحنا بقى هنطمع شويه بقى. لا ان شاء الله باذن الله. ما انا لسه اقترحت للبشمهندس والاستاذ خالد اعتقد قلت لهم بالنسبه للدومينات ان شاء الله بس يعني نهايه الشهر ده او نص الشهر ده يوم 15 بامر الله هيبدا ان اسعار الدومينات تنزل ان شاء الله، لان هتبقى احنا معانا بصفه رسميه من شركه جوجل، وفي نفس الوقت ان شاء الله بامر الله بالدفع بالمصري برضه ما عنديش اي مشكله، نفس سعر المصري كل حاجه هتبقى نفس سعر المصري يعني ما فيش اي اختلاف. تمام ممتاز جدا. تمام بإذن الله. هل حضراتكم في أي استفسارات أو أي حاجة بخصوص كده قبل ما نقول على
الجزء القادم. ازيك يا استاذ محمد اسامه معانا؟ ازيك يا استاذ محمد اسامه؟ السلام عليكم، ازيك يا استاذ محمد عامل ايه؟ ايه الاخبار؟ لمحت اسمك كده قلت ميسي يعني. بس يعني جمعت الموضوع اللي كان بيتقال يعني. لا ما تمام، انا من كتر ما اتسالت اصلا. الله يخليك، ان شاء الله الشركه تبقى باذن الله بدايه كويسه ونجربها باذن الله برضو. ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. تسلم استاذ محمد. الله يخليك هندسه. تسلم. تمام تمام. طيب بالنسبه للاكواد اللي هي خاصه بالحساب التجريبي، لو الناس عاوزه تبدا تجرب من بعد السيشن دي ان شاء الله، تمام، ايه اللي ممكن حضرتك تقول لنا؟ طبعا هو هنا قبل الموضوع الاكواد استاذ طارق بيقول هل الدعم في الشركه بيحل مشاكل؟ يعني بيقول ان هو من كام يوم تم اختراق الموقع وعمل مستخدم جديد ونزل حاجه تقريبا، مش هل ده جزء من الدعم ولا ده جزء خاص بايه ده يعني؟ حضرتك انا بالنسبه لي كدعم انا مع حضرتك، حتى لو المشكله مش تخصنيش يعني لو المشكله حتى فيها خطا من حضرتك انا بحاول من ناحيه اساعدك يعني برضه انا مش لو انا اقول لك مش اختصاصي او كده. تمام. يعني انا حاطط عندي دعم الحاجات دي برضه، ان شاء الله احنا معاك يعني. احنا الفكره كلها ان عايز الناس كلها تبقى فاهمه او لسه معانا ان الموضوع احنا مش داخلين ان انا بتعامل عيان شركه وانتوا مثلا عملاء معايا، لا انا عايز الموضوع منظومه كامله كنا نتعامل اخوات مع بعض يعني احنا اخوات مع بعض. تمام. ان شاء الله يعني في حاجه تلاقي ناس بتطلع عليك وتتكلم معاك يعني الموضوع مش ان انا داخل اقول لك انا لا احنا شركه وده ربنا وده لا نتعامل الموضوع بيننا وبين بعض كانه اخويا يعني. بالظبط بالظبط. هو على فكره اغلب الناس هنا اخواتنا يعني. ايوه بالظبط. انا يعني هو طبعا انا عاوز اوضح للناس كمان ان هو العادي الاصل في الامور دي ان الدعم الفني طبعا بيشوف مشاكل الاستضافه وكده يقول لك مثلا لو في اي حاجه تانية دي تخص تطوير موقع بقى ولا حاجه شوف ديفلوبر شوف حاجه شوف واحد خاص. ولكن طبعا استاذ هشام بيقول ممكن اي حاجه يعني نقدر نساعد فيها، مفيش مشكله ما دام الامور يعني متاحه وتحت ايدينا يعني ان شاء الله. تمام حضرتك. وطبعا كان في نقطه انا كلمت حضرتك عليها برضو اللي هي نقطه ان شاء الله يعني مستقبليا احنا عاملينها في الطريق ان احنا برضو دي حاجه خاصه لاكاديميه حضرتك يعني ان كلمتك فيها بخصوص ان شاء الله باذن الله الطلبه اللي مع حضرتك ويبداوا يتخرجوا بامر الله ويبقى امورهم تمام اكيد هيجي لنا احنا كشغل ان في ناس يقول لك انا محتاج مطور ويب سايت انا محتاج مطور ابلكيشن انا محتاج كذا انا محتاج كذا انا كموقع انا بتكلم الصراحه يعني انا طبيعي بتكلم الصراحه في النقطه دي انا كموقع ما عنديش يعني العدد الكافي اللي هو اقدر اغطي بيه عملاء دي خدمه انا حاططها انا كده بعتبر من الناحيه الثانيه بشغل الناس برضه. ايوه ايوه شغل. تمام 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 يعني مظبوط. يعني حضرتك ممكن توفر الخدمه دي والناس اللي موجودين معانا الخريجين اللي هم اصبحوا يعني متمكنين لو حضرتك فتحت الموقع هتلاقيها موجوده فوق بص حضرتك لو طلعت في اول الموقع فوق خالص ديفلوبمنت ريكويست هو بيسيب الشخص طبعا بيسيب خاصيه الرساله طبعا مسج ليا وبيقول لي بيقول لي انا محتاج كذا 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 تيكت بالظبط كده بقول له تمام موفر لك الشخص ده بتواصل طبعا مع اكاديميه حضرتك وانت هتقدر ترشح لي ناس تقدر تقوم بالمهمه دي والمبلغ كذا وقول بتتم على خير الخير يعني كده احنا برضه من مساعده للناس تبدا هي برضه تشتغل كمان. تمام تمام مظبوط مظبوط جدا. تمام. فده برضو لو حد طالب خدمة تطوير أو كده البشمهندس بيبدأ يرشح للمطورين أو مصممين اللي موجودين في الأكاديمية أو إحنا رشحناهم أو كده. أشدوا حيلكم بقى يا جماعة. تمام تمام. طيب هو بالنسبة للكود لو الناس هتبدأ دلوقتي طبعا هيقولوا طب إحنا عاوزين نخش نجرب الخدمة فالكود اللي هو طبعا ممكن اسيبه في الشات لو حضرتك تقدر تحط في الشات او اسيبه ولو نفس الكود اللي هو حضرتك بعته لي حضرتك اللي هو محمد علاء برونز. ايوه تمام. ده هتقدروا يا حضرتك ده الكود ده اثناء التسجيل طبعا احنا لما بنيجي نسجل يمكن بنيجي نطلب اي خدمه
طبعا لو حضراتكم عندكم الدومين بتاعكم بتيجي على ثالث واحده وتكتب الدومين، يعني الدومين بتاعك يكون اسمه ايه كذا دوت كذا، بس بتعمل يوز عشان ده اللي هيتسجل بيه الدومين. بتيجي بعد كده طبعا احنا في البرونزي عشان هي الخطه اللي عليها المجاني، تختار مثلا مونثلي اهو زي كده اللي هي 49 دي، وبعد كده هتقول له كونتينيو. لما يجي هنا كده قبل الدفع بقى هتيجي تعمل هنا كده تكتب الايه الكود اللي احنا قلنا عليه في مكان الكوبون، وتعمل validate. تمام، انا عشان استخدمته قبل كده، تمام، هي بس انا استخدمته، فما زي انا استخدمته مش بقدرش استخدمه تاني. هتلاقي بعد ما تعمل الكود هيقول لك الكود تمام، وهتلاقي دي بقت صفر، هتلاقي دي بقت صفر، تعمل تشيك اوت هتخش على الحساب بتاعك على طول ان شاء الله. وهجي لك ايميل طبعا. حاجه برضو على نفس الموضوع، متاسف يعني. هتكمل على التشيك اوت برضو. على ايه؟ تشيك اوت. تشيك اوت هو طبعا عشان ايه النقطه انهم لو انت حضرتك عرفت الكود بتاعك، بس بعد اذن حضرتك الكود، لا في تحت البروميشن تحت الكود هتلاقي فيه اللي هو الدخول باللوجن بتاع حضرتك، ممكن بس بعد اذنك. بص حضرتك هنا، بص تمام، هنا بيخش هنا حضرتك بيختار الخدمه في فودافون كاش اللي موجوده اللي هي بالنسبه لمصر. لو اختار هنا حضرتك اعمل بعد كده سجل بياناته وتعمل تشيك اوت بيديله رقم التحويل على فودافون كاش. ده طبعا بالنسبه للناس اللي هتشترك ان شاء الله فيما بعد، بس انا قلت يعني اوضح الموضوع ده دلوقتي. ايوه صحيح بالظبط بالظبط. بعد ما تعمل الاصفار وتخش هنا اطلب تملى البيانات بتاعتك لانك بتعمل اكونت، يعني بيبقى الاكونت ده المره يعني بعد كده خلاص، يعني بتخش على نفس الاكونت وتختار طريقه الدفع بتاعتك، بيبال بنك سترايب فودافون كارت. طبعا سترايب دي اللي هي بيبقى الكارت بيدفع بالكارت يعني. بالظبط، وفودافون كاش. بعد ما بتختار فودافون كاش بس تكون مليت البيانات بتاعتك وتعمل تشيك اوت هيطلع لك بيانات الفودافون كاش اللي هتدفعها. طبعا لاول مره لما يكون الخدمه مجانا انت مش هتبقى مطالب بالدفع، لكن بعد كده ان شاء الله هتبقى عارف الطريقه وكده، وهيتبعت لك ايميل بيها. ولو اي حاجه طبعا الدعم الفني باللغه العربيه مع الباشمهندس تقدر تبعت له على تعمل تيكت تبعت له ايا كان، يعني كل البيانات اللي بتبقى موجوده معاك على الايميل لما بتسجل ان شاء الله. والتواصل يعني ممكن لو حد عاوز يتواصل ايه طرق التواصل المتاحه مع حضرتك دلوقتي؟ بالنسبه لمصر حضرتك لو حاجه بالعربي هتبقى في اول الموقع تحت، هينزل على الواتساب يضغط على اللينك الواتساب هيطلع مع الرقم اللي يتواصل معايا بالزبط. او الرقم اللي هو مكتوب طبعا ده باللغه الانجليزيه اللي هو الرقم السويسري يعني. بالظبط. يبقى احنا يا جماعه في الموقع في اخر الموقع من تحت في رقم الواتساب اهو، وفي هنا واتساب، وفي السوشيال ميديا طبعا باقي الحاجات. ده الرقم المصري والرقم السويسري او كده رقمين يعني. الاولين ده الرقم المصري، الرقم المصري وده الرقم السويسري. ده واتساب رقم مصر رقم سويسري، وده رقم السويسري الرئيسي بتاع الشركه يعني. وفي تليجرام، تليجرام في كل حاجه، في تليجرام، في سناب شات، في تيك توك، في كل حاجه اللي هم عايزينه كله موجود. تمام. يبقى اي حد عاوز يعني يتواصل مع الباشمهندس في شركه استضافه دي البيانات هيلاقيها في صفحه الموقع. الموقع برضه هبعته لحضراتكم على الشات. ده الموقع وده الكود اللي هتدخلوه ان شاء الله. في الموقع بقى من تحت خالص هتلاقوا كل وسائل الاتصال المتاحه مع الباشمهندس ان شاء الله. طيب باشمهندس، هو الكود دوت للاشتراك اللي هو الشهري صح؟ بيبقى شهر، اشتراك شهري يعني تختاري شهر والشهر هيبقى مجانا. طيب غير اللي حضرتك هتبعت لنا اللينكات بتاعته اللي بعتها لنا المره اللي فاتت؟ لا ده مختلف، ده حضرتك ده حساب خاص بحضرتك بعيدا عن الكورس يعني. مش في التسجيل هنا يحتاج ان انا ادخل الدومين بتاعي صح؟ بيكون طبعا بتختاري دومين زي ما قلنا، يعني لو عند حضرتك دومين بتختاري بتكتبي اسم الدومين عشان يسجل الحساب باسم الدومين. زي ما قلنا حضرتك ممكن تعملي دومين بالطريقه اللي احنا عملناها، دومين للاكونت ده تحديدا يعني مثلا، وتجربي الخدمه عادي. تمام. شكرا. العفو.
تمام جدا. أتمنى إن شاء الله بإذن الله تكون الأمور مفيدة. وبالنسبة للناس، في بعض الناس طبعا ما قدرتش تحضر، يمكن الميعاد ما كانش معاها تمام. أنا عندي سؤال هيشوفوا في التسجيل. اتفضل يا أستاذ محمد. أستاذ محمد عثمان، إزيك؟ أنا الحمد لله تمام. اتفضل علي، اتفضل. دلوقتي يعني أنا بإذن الله هجرب الخدمة يعني وكده، لأن أنا أصلا كده كده أنا عندي تجديد في شهر 5، فعلى ما أجرب الشهر وكده، وعايز أن مثلا على باكج تانية زي مثلا البرونز، عايز اللي هي مش عارف اللي بعديها تقريبا الدايموند ولا الجولدن، تعمل ابجريد يعني. ايوه اعمل ابجريد، لان انا هيبقى انا يهمني كمان برضو شويه حته السايز يعني، او اللي هو الكوتا الستورج يعني. الستورج يعني. نعم تمام حضرتك، مفيش خالص. الابجريد موجود متاح، وكمان انت بنشوف حضرتك انت مثلا اللي باقي مثلا، لو انت مثلا كمثال يعني انت واخد خطه سنويه، جيت مثلا بعد شهرين ثلاثه استخدمت وقلت لي مثلا عايز اعمل ابجريد للخطه بتاعتي، انا تمام بشوف الباقي من خطه حضرتك الاولانيه، بخصم الخطه الجديده مع الكود طبعا بتاع الخصم ان شاء الله، وبكون مع حضرتك يعني يتم التحويل الابجريد عادي، مفيش اي مشكله. يعني بتعمل ابجريد وندفع بس فرق السعر لغايه نهايه المده يعني. بالظبط كده. تمام. يعني انا ممكن ابدا مثلا، حاسس ان انا دلوقتي الموقع بتاعي مش محتاج اكتر من كده، فهشترك في الخطه دي، جيت بعديها مثلا بشهرين لقيت نفسي لا انا محتاج اكتر، عاوز اخش على الخطه دي، فاقدر بعد شهرين اخش على الخطه دي وادفع فرق السنه بس، اللي هو فرق الاجمالي من الخطه دي عن الخطه دي، عادي جدا ببساطه يعني. تمام. طيب حضرتك كنت بتقولي ان في ديسكاونت 25% وكده على الاستضافات اللي هي الفتره الطويله، ولا ايه؟ السنه سنتين والثلاث سنوات ان شاء الله. سنه واثنين. طب كويس جدا، ماشي، حلو قوي. يعني انا مثلا عندي الخطه دي سنويا عامله $20، تمام. ممكن بقى الخطه السنويه دي او سنتين او ثلاثه بيبقى عليها خصم 25% برضو، تمام. وبالكود برضو، الكود بتاع الخدمات دي باشمهندس هشام، اللي هو انهي الكود فيهم؟ تمام، اللي هو محمد علاء. عند حضرتك موجود اللي هي البي، وعند حضرتك موجود اللي هي الجي اللي هي الجولد، وعند حضرتك موجود اللي هي الدي اللي هي الديمون. تمام، يبقى انا مع الكود بتاعها. تمام. انا اشوفهم. هو طبعا هو في ثلاث اكواد. دي 25 كده، ده الاولاني اللي هو خاص بايه يا باشمهندس؟ ده البرونز اللي هو البي اللي اختصار البرونز. يبقى ده البرونز 25. تمام. وبعد كده في الثاني اللي هو دي، اللي هو الجي 25 اللي هو الجولد. تمام. والدي والدي اللي هو دياموند. نعم. تمام، يبقى دول الثلاث اكواد على حسب الخطه، يبقى البي برونز والدي دياموند والجي الجولد لمده سنه سنتين ثلاثه، بتاخد خصم 25% على الخطه دي باذن الله. فكده احنا عندنا الكود الاولاني اللي هو كود برونز، ده بتاع الفري، الشهر الفري للتجربه، وبعد كده الثلاث اكواد لثلاث خطط 25% على خطه سنه او اثنين او ثلاثه، حضراتكم تقدروا تتعاملوا بيه ان شاء الله. شكرا يا باشمهندس. العفو يا استاذ محمد. تمام. استفسارات على تحت امرك يعني. الله يخليك، اتفضل. لو في اي استفسار باشمهندس معانا اتفضلوا يعني. بالنسبه للسبورت يا باشمهندس، هل في مثلا حاجه زي يعني مثلا تكنيكال سبورت، ولا عادي مثلا في تكنيكال سبورت او حاجه ممكن مثلا تحط لنا خط زي في سبورت؟ ايوه كده، سامعني؟ تمام، اتفضل. هل دلوقتي مثلا بالنسبه للسبورت، حتى لو انا مثلا اللي هو بيبقى زي شات كده اللي هو السبورت شات مثلا، موجود الكلام ده مثلا في الموقع لو حبيت مثلا اعمل شات بسرعه مع حد مثلا يساعدني وكده، ولا لسه هتدخلوه؟ لا، الشات اللي هو السريع في الموقع ده ان شاء الله باذن الله
يعني خلال يومين هيبقى متاح موجود عند حضرتك برضو. الشات الاسرع طبعا يعني عن طريق لو انت مثلا الموضوع معك مش هيبقى مستني على موضوع التيكت وكده ممكن تخش تدخل شات مباشر مع الواتساب مباشره الرد مباشره في نفس الوقت اللي انت عايزه يعني ان شاء الله. تمام. هو طبعا البشمهندس في الواتساب لغايه ما يبقى فيه شات وفي التيكتس العاديه. وانا بصراحه يعني البشمهندس طول اليوم لما في اي وقت ببعت يعني موجود يعني عمرك عادي والله الله يعني الموضوع يعني بسيط جدا يعني لا لا يعني هم الجماعه بصراحه يعني في اي وقت على طول بيتجاوبوا يعني. احنا شغلنا شغل سويسري يعني ساعه سويسريه الحمد لله. كويس. رولكس ولا ممكن ما فيش مشكلة. تمام. لو في أي استفسار عند حضراتكم اتفضلوا برضو وبرضو بعد كده لو في أي حد جاء في باله أي استفسار ولا حاجة يبعت للبشمهندس. طبعا احنا كده عرفنا طرق التواصل وعايز حضراتكم تجربوا الخدمات. أنا في رأيي يعني بالنسبة أنا عندي فيه نوعين من الحاجات عاوز أكلم حضراتكم فيهم في موضوع الاستضافة. اول حاجه بالنسبه للتدريب كان بيبقى عندنا دايما مشكله الناس بتيجي تقول لي انا لازم يكون معايا هوست علشان التدريب. طبعا كان بيلجا احيانا لاستضافات مجانيه بتبقى طبعا واقعه خالص يعني او ما فيهاش ريسورسز كافيه فيهاش دعم فني بتبقى مش مستحمله اصلا يعني انت لو دخلت على الموقع قعدت ربع ساعه هيقع منك لانه هو مش مستحمل ايه الحركه عليه. فدي اصبحت بديل كويس جدا ان انا اشتغل على حاجه واقعيه تمام وسعرها ما هوش فيه مشكله خالص وفيها دعم وكويسه وانا بنشتغل عليه. فدي نقطه للتدريب هتبقى كويسه. الحاجه الثانيه لو انا بشتغل بالفعل مع عملاء انا اقدر اعمل يعني اكونت في العملاء بتوعتي كلهم اوفر لهم خدمه كويسه وهبدي سعر منافس. النهارده في احيانا بعض الخدمات عليت قوي بسبب علو الاستضافه طبعا بالمصري او كده. انا دلوقتي لما يجي لي عميل واقول له دومين واستضافه بمبلغ يعني معقول ومعاه الحاجه كده فانا هقدر ان انا اوفر له خدمه بسعر منافس لان انا الخدمات اللي كنت بجيبها من بره زي الهوست والدومين والحاجات اللي كانت بتكلفني اصبحت دلوقتي مناسبه. يعني انا الهوست دلوقتي كان لو انا بكلف العميل كان في عملاء بتدفع ب $80 في السنه و $60 وحاجات كده انا عشان اجي له كل سنه اقول له ادفع لي $60 $70 في السنه اللي هي اضرب النهارده مثلا بمعدل 50 جنيه مثلا لو بيتعاملوا عليها يعني ايه يعني هيدفع له 3500 جنيه غير لو في حاجات ثانيه غير لما اقول له ادفع اقل طبعا. فدي برضو انت كحد بيشتغل مع عملاء وعارف ان العميل يعني دي مشكله عنده او ممكن يدفع مره وما يدفعش التانية لا انت هتبقى الفرص هنا افضل بكتير. انا شايف الاسعار يعني مناسبه وبالنسبه كمان للخدمات كمان لو انت عندك عميل عليه عنده موقعين ثلاثه انت ممكن تعمل له اكونت في الموقعين ثلاثه مع بعض تمام بسعر برضو منافس جدا. لا ده موقعين ثلاثه تعريفيين كده موقعين مش يعني مش هعمل حاجه ممكن هو يعمل تعمله اكونت واحد مثلا بالموقعين دول برضو هيبقى مناسب يعني ان هو سعره هيقل تكلفه التجديد السنوي وانت هتقدر توفر له خدمه منافسه. فدي حاجات كتيره يعني ممكن تستغل الموضوع ده من ناحيه العميل او من ناحيه التدريب وهكذا يعني ان شاء الله. اتمنى ان شاء الله تكون الامور واضحه ومفيده بالنسبه للناس اللي ما قدرتش تحضر طبعا عشان الميعاد. زي ما قلنا هتنزل ان شاء الله السيشن مسجله علشان اللي ما شافهاش هيبدا يشوف ده ويقدر يستفيد من الخدمه. وتواصلوا مع الباشمهندس هشام ان شاء الله تكون بدايه كويسه. وزي ما احنا من شهر 10 اللي فات بدانا ندعم الشركات الكويسه خدنا بقى الفكر ده الشركات الكويسة الشركات المصرية سواء مصرية جوه أو بره يعني ممكن تبقى شركة مصرية موجودة في تركيا ولا كده ولكن الفكرة ان احنا بندعم الحاجات اللي جاية اللي احنا بنحاول نعملها مع بعض ونساعد بعض ومحدش بقى يمسكنا من اننا بتوجعنا يقول لنا ما عنديش غير كده وما عنديش غير كده لا احنا هنوفر لبعض. فانا بدأ الشركة بتدعمني بتوفر لي كل اللي انا عايزه وانا بدعم الشركة ان انا كمان بشترك وبنساعد الشركات على النهوض الشركات المحلية بتاعتنا. كان من فترة قلنا عاوزين نساعد كذا وكذا وكذا وعندنا في شركة كان اسمها اكسباند كارت مصرية قلنا نساعد نشتغل معاها شركة اسمها ويلت بدل ما نروح لويكس ممكن نروح لويلت. شركات الاستضافة الشركات الكويسة ندعم شركات الاستضافة بتاعتنا يعني ما هي السيرفرات موجودة هي الاستضافات في كل حتة بتبقى تقريبا هي نفس القصة بس الشركة المصرية هتقدر توفر لي طريقة دفع مناسبة وسعر مناسب وهيحس بمشاكلي فهيوفر لي حلول لمشاكلي على عكس واحد قاعد مثلا في نيو دلهي
بيكلمني هو مش دريان انا مالي، فبتقعد انت تك 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 معاه وانت هو مش فاهمك ولا انت فاهمه. فهي الفكره في كده يعني ايه، ان دي هتساعد بعض اكتر. ان انا عندي مشكله حاليا خلاص، يعني انا بقالي يومين مزهق البشمهندس هشام عشان خاطر شويه حاجات بيعمل تمام، بس الراجل على طول بصراحه كتر خيره يعني تمام، على طول بيحل لي المشاكل يعني تمام. الله يخليك الله يخليك. بس شكرا يا باشمهندس والله على وقت حضرتك، شكرا على العروض الكويسه، ونتمنى ان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه التوفيق والنجاح للشركه، وتكون من العلامات في الوطن العربي ان شاء الله. ان شاء الله يا باشمهندس محمد، شكرا لكم جميعا، واتمنى لكم التوفيق جميعا ان شاء الله باذن الله. شكرا لحضرتك وشكرا لحضراتكم جميعا، وكل عام وانتم بخير ان شاء الله. داخلين على رمضان، ربنا يبلغنا واياكم رمضان ان شاء الله بالخير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. شكرا يا باشمهندس. شكرا يا فندم، اهلا بحضرتك.